قوات مكافحة الشغب تستخدم رصاص الحيض ضد المتظاهرين. يوم 25/2 من ساحة الخلاني قوات مكافحة الشغب تستخدم رصاص الحيض. غلق حي غلق حي الصواب واحد. ما يخلون واحد يصور، اللي يصور يقتلوه. يعني هسه انا خاتلك توك توك وقاعد اصور، اللي يلقف واحد دا يصور كلهم يتشيطون عليه، كلهم واحد كلهم تشيطوا عليه. هسه قبل شوي كم شو واحد كان قاعد يصور، ايه يعني هاي السيارات اللي قاعده تمشي على الجسر السنك. بس اريد اعرف هذا الجسر يا ما ماتت عليه شباب.